السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد معكم في برنامجكم صالون مريم، برنامج يتبنى جميع الأصوات في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني. معنا ومعكم النهاردة ضيوف جداد زي ما احنا متعودين، كل حلقة بنجيب مواهب جديدة من الابتهالات أو القرآن الكريم أو الاتنين مع بعض. معايا ومعاكم النهاردة ضيوفي الأعزاء، هنشوفهم مع بعض. معايا القارئ مصطفى جودة والمبتهل والقارئ محمد رضا قافيل، تعالوا معايا نشوفهم مع بعض ونتعرف فيهم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك دكتورة مريم. أهلا بك. ازيك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. منورنا. الله يعزك، ده نورك يا دكتورة. احنا بقى عايزينك ان شاء الله النهاردة تعرف نفسك قبل ما نسمعك للسادة المشاهدين. هذا شرف كبير لي. بداية وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أنا اسمي مصطفى عبد الله جودة من قرية النبيرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. حفظت القرآن الكريم منذ صغري على يد جدي عليه رحمة الله تعالى، وهو فضيلة الشيخ عبد الهادي جودة. أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل القرآن شفيعا له يوم العرض عليه. اللهم أمين يا رب. اللهم. وأنت حافظ القرآن وأنت قلت في سنة وأنت 9 سنين ما شاء الله. وصوتك استخدمته وأنت كم سنة؟ يعني من حوالي 15 سنة في الحدود دي. ما شاء الله. مين من المشايخ القدامى اللي أنت بتقتدي بيهم يا مصطفى؟ يعني بداية كما قلت في السابق أقتدي بجد الشيخ عبد الهادي جودة، تمام، وأقتدي بفضيلة المرحوم الدكتور فرج الله الشاذلي قارئ الإذاعة والتلفزيون وابن مركز إيتاي البارود، وكما أقتدي بمولانا الشيخ محمود الخشت وكبير من المشايخ والعمالقة القراء القدامى مثل فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل وفضيلة الشيخ حجاج الهنداوي وفضيلة الشيخ محمد رفعت عليهم رحمة الله. عليهم رحمة الله. مدرستنا القديمة اللي احنا بنقتدي بها حاليا في المدرسة المعاصرة لتلاوة القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني. ربنا يوفقك يا رب إن شاء الله. أنت خلصت دلوقتي جامعة ولا لسه بتدرس؟ أنا لسه طالب، لسه في لسه إن شاء الله. في كلية إيه؟ علوم القرآن. ربنا يوفقك يا رب. ما شاء الله كلية عظيمة وجميلة، ربنا يجعل لك نصيب فيها إن شاء الله. نتعرف بقى بضيفنا الثاني الجميل. الله يكرمك. أنا من بسم اسمك؟ اسمي محمد رضا قابيل من محافظة البحيرة مركز رشيد. أنا أحفظ القرآن الكريم كاملا، وأحب يعني أشكر فضيلة الشيخ يعني فوزي اللوندي، هو أول ما ابتدأت عنده، وثانيا الشيخ إبراهيم عثمان، وهو ده يعني ليه فضل كبير ان يعني بدرس عنده الانشاد، والشيخ احمد صابر، واخيرا يعني ختامه مسك الشيخ فتح الله ابو سماحه. الشيخ ده يعني هو مشايخ شيخ مقارئ البحيره. الشيخ فتح الله ابو سماحه. انت كام سنه دلوقتي يا محمد؟ انا عندي يعني 12 سنه. ما شاء الله، بس انا ادي لك اقل من كده. ما شاء الله، انت في سنه اولى اعدادي مثلا؟ ان شاء الله. ربنا يوفقك. امين يا رب. وناوي تدخل ايه؟ كلية ايه؟ ناوي تدخل كلية ايه؟ علوم القرآن ان شاء الله. علوم القرآن ان شاء الله. طيب اتنين علوم قرآن ما شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. يعني ده هدفك ان شاء الله. ربنا كده ان شاء الله يوفقك ويلبي لك هدفك ان شاء الله. امين. طيب انت النهارده طبعا هتطربنا النهارده ابتهال، وان شاء الله الوقت يسمح نخليك تطربنا برضو قرآن ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب النهارده مشاهدينا الكرام معانا الموهبتين القارئ مصطفى جوده والمبتهل محمد رضا قابيل، ومن حسن الحظ انهم اتنين من البحيره. هنشوف ونسمع مع بعض القارئ مصطفى جوده، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله
قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولئن صبرتم له خير للصابرين. واصبر 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 وما صبرك إلا عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر
اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما والذين هم محسنون لا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا حامل الذكر في الفردوس تقرأه من نهج داود قد أوتيت مزمارا رتل كما كنت في الدنيا ترتله واقطف به من جنان الخلد أثمارا. ما شاء الله. الله يفتح عليك مصطفى. ما شاء الله ربنا يوفقك يا رب. وإن شاء الله أنا متفائلة لك خير وإن شاء الله كده أشوفك شيخ عظيم كده في مصر. هذا شرف لي إن شاء الله وتشرفنا في كل دول العالم. نسمع المبتهل محمد رضا. والله ما طلعت شمس ولا غروبات إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل أما الدليل صارت دموع العاشقين
التنسيل المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وأقول لي مين النبي غالي الله الله أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وأقول لي مين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرم برسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء يا صاحب القبة الخضرة هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضرة الله الله هل علينا بالنظرة الله الله هز الهلال يا أبا الزهراء واعطي لكل محب مناه المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء حديث لجدك طمني الله الله وبذكرها ظل متهني الله الله حديث لجدك طمني وبذكرها افضل متهني الله الله انا من حسين وحسين مني انا من حسين وحسين مني انا من حسين وحسين مني يا ابني بنت رسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء ست الكريمة بنت الزهراء الله الله علي المقام نظرة يا طهرة الله الله ست الكريمة بنت الزهراء الله الله علي المقام نظرة يا طهرة الله الله يودي علينا بالنظرة تجاه جدك رسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء ما شاء الله ما شاء الله برافو عليك برافو عليك محمد ربنا يوفقك بس انت بتقول بسرعه قوي ها ما عشان الوقت لا براحتك خالص ها انت بس انت ما شاء الله صوتك جميل جدا بس يعني انت بقى اكيد انت هتنمي الحته دي عندك طبعا ان شاء الله ها انت بتتعلم على ايد حد متخصص دلوقتي لا لا الحمد لله انا الانشاد من ما بتعلمش عند حد منك انت كده الحمد لله موهبه كده من عند ربنا كده الحمد لله انت حابب ربنا بيديلك يعني الحمد لله ما شاء الله ربنا يوفقك بس انت برضو عشان تبقى متمكن لازم تدرس مقامات وفي دكاتره خاصه بالنغم يعني انت عندك مثلا دكتور طه عبد الوهاب مثلا ما انا احب اشكر دكتور طه عبد الوهاب وانا بدرس عنده المقامات ويعني احب اقدم له كل التحيه والتقدير فعلا هو استاذ نغم فعلا وفعلا يستحق التقدير مننا كلنا دكتور طه يعني
حاجه جميله صح. يلا ربنا يوفقك. هو الدكتور طه فعلا عنده الحته الفنيه وبيلمس قلوب كل طلابه. ربنا يوفقك ان شاء الله وتبقى تلميذ فعلا كده نبغى طالع من تحت ايد اساتذتك كده يا رب. يا رب. انا عندك انت قلت لي ان انت ما شاء الله في تلاوه القران الكريم صوتك ما شاء الله كويس صح؟ ان شاء الله. طيب تحب تقول ما تيسر من القرآن الكريم للسادة المشاهدين؟ نسمع مع بعض المبتهل محمد رضا قابيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان. يا الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك الشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم صدق الله العظيم ما شاء الله.
ربنا يفتح عليك محمد، وان شاء الله نشوفك قارئ عظيم ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. بكده مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا النهارده. بشكر ضيوفي اللي شرفوني، مصطفى جوده ومحمد رضا قابيل، وان شاء الله اشوفهم قراء عظماء باذن الله. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، على ان القاكم على خير الحلقات القادمه. اشوفكم على خير والقاكم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.